خلينا نبدا مع حضراتكم بالاخبار اللي حصلت امبارح. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع امبارح مع كل من المستشار عدنان فنجري وزير العدل واللواء جمال عوض رئيس مجلس اداره الهيئه القوميه للتامين الاجتماعي، حيث اطلع الرئيس على تطورات العمل الجاري لتعزيز فعاليه منظومه التقاضي. امبارح ايضا استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق اول تشارلز براون رئيس هيئه الاركان المشتركه الامريكيه والوفد المرافق له. تعالوا نشوف مزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. أخبار كتير حصلت امبارح، منها إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع كل من المستشار عدنان فنجري وزير العدل واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، واطلع الرئيس على تطورات العمل الجاري لتعزيز فعالية منظومة التقاضي وسرعة إنجاز القضايا المطروحة أمام المحاكم، لا سيما من خلال تفعيل الوسائل التكنولوجية الحديثة والتحول الرقمي. ده بالإضافة لاستكمال رفع كفاءة مقر وأبنية المحاكم الحالية بجميع المحافظات والتوسع في إنشاء وتشغيل مكاتب التوثيق والشهر العقاري وربطها بنظام موحد. كما تابع الرئيس الموقف التنفيذي لعملية التطوير التقني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وربط قواعد البيانات بها مع بيانات وزارة العدل والمصالح التابعة لها ووضع قواعد وأحكام تنظيمية موحدة بشأن معاشات أعضاء الجهات والهيئات القضائية. امبارح استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أول تشارلز براون رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية والوفد المرافق له بحضور الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي. وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن اللقاء ركز على التطورات الجارية في الشرق الأوسط، وأكد الرئيس أن الوضع الإقليمي الراهن بيتطلب وقفة حاسمة من المجتمع الدولي وجميع الأطراف الفاعلة لبذل كافة المساعي وتكثيف الضغوط لنزع فتيل التوتر ووقف حالة التصعيد اللي بتهدد أمن واستقرار المنطقة بالكامل، محذراً في هذا الصدد من مخاطر فتح جبهة جديدة في لبنان ومؤكداً ضرورة صون استقرار لبنان وسيادته. كما شدد الرئيس على ضرورة التجاوب مع الجهود المشتركة المصرية الأمريكية القطرية الرامية للتوصل لاتفاق لوقف الحرب بقطاع غزة بشكل فوري وتبادل الأسرى والمحتجزين بما يسمح بتعزيز مسار التهدئة والاستقرار بالمنطقة. امبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع لمجلس المحافظين بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة، وده بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ومشاركة المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرنس. واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى حرصه على دورية انعقاد مجلس المحافظين لمتابعة مختلف ملفات العمل، خاصة ما يتعلق بالخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات والجهود المستمرة للارتقاء بها. كما نوه رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع يستهدف مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة ومتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات بشأنها، مشيرا إلى أنه من بين هذه الملفات المهمة ما يتعلق باستيفاء حق الدولة أو الإيجارات أو حق الانتفاع الخاص بالوحدات السكنية اللي تم تنفيذها لصالح المواطنين اللي كانوا يقطنوا المناطق غير الآمنة. تلك الإيجارات التي تمثل نظير المساهمة في أعمال الصيانة اللي بيتم تنفيذها لهذه الوحدات حفاظا على المشروعات السكنية الحضرية اللي تم تنفيذها على مستوى الجمهورية. امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة اللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وده لمتابعة عدد من الملفات المهمة. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في ضوء استمرار متابعة الخطوات التنفيذية نحو توطين صناعة المواد الخام اللازمة للصناعات الطبية التي تأتي في إطار توجه الدولة المصرية إزاء تعزيز الاقتصاد المصري، وده بما يسهم في توفير العملة الأجنبية من خلال تقليل الفاتورة الاستيرادية والاعتماد على الصناعات المحلية، وأيضاً بيزيد من قدرة الدولة على مواجهة التحديات العالمية. امبارح أيضاً التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لمتابعة عدد من الملفات المهمة. خلال الاجتماع أشار وزير الزراعة إلى جهود الوزارة في التغلب على التحديات اللي بتواجه المزارعين، وفي هذا الصدد أوضح أن هناك إجراءات تم اتخاذها في سبيل ضبط منظومة الأسمدة وعدم التلاعب والتهريب ووصول الدعم المستحقين، فضلاً عن إتمام عمليات الحصر بكل دقة وتحديث قواعد البيانات بحيث يتم صرف الأسمدة وفقاً للمقررات لكل محصول، لافتاً إلى أنه سيكون هناك لجان مستمرة لمتابعة تنفيذ الأعمال والتيسير على المزارعين ومتابعة أعمال الحصر والصرف. وفي هذا الإطار تم استعراض موقف التوريد الخاص بالشركات ومصانع إنتاج الأسمدة، وتم التأكيد على ضرورة متابعة استمرار تشغيل المصانع وتوريد الغاز اللازم لذلك من أجل استمرار الإنتاج والتوريد للجمعيات الزراعية.
امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة شهد المرحلة الرئيسية لتنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوي اللي بينفذه الأسطول الجنوبي في إطار تنفيذ خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. وناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عدد من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في الأسلوب الأمثل لتنفيذ كافة المهام المكلفين بها في ضوء القرارات المتخذة، وقام بفرض عدد من المواقف المفاجئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم أثناء إدارة العمليات، وطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية العالية لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم بكفاءة واقتدار. وحضر المرحلة الرئيسية عدد من قادة القوات المسلحة.